السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في سلسلة مطبخ أم نضال. اليوم كنقترح لكم وصفة ديال بيتزا بالفواكه، يعني بيتزا اللي غتكون حلوة، فغادي نخليكم تكتشفوها وتشوفوا المقادير وطريقة التحضير. أول شيء غادي نبداو بمقادير العجين. فكنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق الأبيض اللي هو دقيق الفورص، غنحتاجو قطعة ديال الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ، غادي نحتاجو الملح، الحليب اللي غادي نجمعو به العجين ديالنا، غادي نحتاجو ساشي ديال السكر فانيلا، غادي نحتاجو راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. هنا الا استعملنا الحبيبات هاد المجففه فكنحتاجو راس معلقه، استعملنا طريه فكنديرو نص معلقه صغيره. نحتاجو نصف ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الحليب بودره، غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال بودره اللوز، وغادي نحتاجو معلقه صغيره ديال السكر سنيده. وندوزو نشوفو طريقه التحضير. كنوضعو الدقيق ديالنا في لوبول، فهنا الا كنا يعني نعجنو هاد الخليط اولا نجمعو هاد الخليط بيدينا اولا نستعملو الروبو اولا العجانه. فكنوضعو الدقيق في يعني في البول، كنضيفو ليه المكونات النواشف كلها، وكنضيفو القطعه ديال الزبده، وكنخلطو هاد المكونات مزيان. هنا كنجمعو في الخليط ديالنا، فكنضيفو ليه الحليب تدريجيا حتى كيتجمع لينا الخليط. اذا كما كتشوفوا هذا هو العجين ديالنا، فغادي نلفو في بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ به جانبا. فكما كتشوفوا كيجي رطب، كيجي رائع، وغادي نلفو في بلاستيك غذائي وغادي نحتفظوا به جانبا. اذا الوقت اللي غادي نخليو العجين ديالنا كيرتاح تقريبا واحد ربع ساعه، فغادي نشوفوا باقي طريقه ديال التحضير. فهنا غادي نكملوا يعني في نفس الوقت غتبقى تشوفوا المكونات وطريقه التحضير. فغادي نحضروا دابا الصلصه ديال الفراوله اللي هي اللي غتعطينا داك الغابيل ديال صلصه الطماطم اللي كتكون في البيتزا. فغادي نحضروا يعني صلصه ديال الفراوله، غادي ناخذوا واحد الكميه واحد زليفه صغيره ديال الفراوله، الا كانت مجمده فما كنحتاجوش اننا نطحنوها، فقط كنديروها في يعني في الطنجره اولا في كاسرونه. الا كانت يعني فراوله اللي جديده طريه فكنطحنوها، وكنطحنوها غير شويه، كنخليو يعني كنخليو فيها دوك لي مورسو. وكما قلت الا كنا مخرجينها من المجمد ففقط كنديروها في كاسرونه، وكنضيف لها واحد جوج معالق ديال السكر، يعني جوج معالق كبار ديال السكر وشويه ديال الماء. فهنا السكر كيبقى طبعا على حسب الذوق، وكنوضعوها على النار وحنا كنحركوها حتى يعني كتبان لينا داك الفراوله، وبما انها يلا مخرجه من المجمد فكتذوب تماما. اذا الوقت اللي واضعين الفراوله ديالنا اولا لي فريز ديالنا على النار، فغادي نحضروا يعني اللي غادي يخطر لينا هذاك يعطيني داك الخطوريه ديال الصلصه ديال الفراوله. فغادي ناخذ واحد نص كاس ديال عصير البرتقال اولا عصير الليمون، اللي غادي نضيفوا ليه واحد المعلقه ديال النشا، غادي نخلطوهم مزيان، يعني عصير الليمون بارد اللي غادي نخلطوه مع معلقه ديال النشا. كما كتشوفوا هذه الفراوله ديالنا وهي على النار، كما كتشوفوا الطريقه اللي كان يعني كان وانا كنحركها، فكنحاول انني نضغط على دوك القطع ديال الفراوله. كما كتشوفوا هذه الفراوله ديالنا بعد ما تخطرت كما كتشوفوا انها كتذوب، كيبقاو قطع اللي صغيره. كنضيفوا ليها داك الخليط ديال عصير البرتقال مع النشا، وكنقابلوها بالتحريك. فهنا ما كنوقفوش نتحرك باش ما تلصقش لينا هاد الصلصه، كنبقاو محركينها حتى كتخلط مزيان وكتبدا تختار لينا. ثم غادي نزولوها من على النار وغادي نخليوها تبرد. كناخدو العجين ديالنا وكنطلقوه مزيان بالمدلك، ثم كنقطعو
بالشكل اللي بغينا، فكنقطعو دائري اولا مربع، فكيبقى لكم الاختيار. انا هنا قطعته على شكل مربع. غادي نوضع مربع ديال العجين ديالي على في الانيه ديال الفرن اللي كنفرشوا فيها ورق طهي اولا سيليكون، ثم كنثقبوها بفرشاه مزيان. كناخذوا داكشي اللي بقى لينا من العجين، فهنا غادي نحضروا واحد الطفيره اللي غادي نزينوا بها هاد البيتزا ديالنا. فكناخذوا العجين اللي بقى لينا وكنطلقوه مزيان بشكل طولي. ثم كناخذوا قطعه اللي تعطينا واحد الشرائط متساويه، اولا فقط ديك القطعه ديال البيتزا غنحاولوا اننا نقطعوا شرائط متساويه. بعد كناخذوا ثلاثه ديال الشرائط وكنحاولوا اننا نشكلوا الضفيره يعني بالطريقه العاديه، كنهزوا حدا يعني كنهزوا شريط وكنحطوا الاخر. بعد ما كنشكلوا الضفيره ديالنا كنرجعوا للمربع ديال العجين ديالنا وكندوروا عليه في الجوانب يعني في ديال المربع، كندوروا الضفيره اللي حضرنا وكنحاولوا اننا نثبتوا يعني في كل قنت كنحاولوا اننا نثبتوها. ثم كندهنوا بابيض البيض او لا بيض كامل يعني اللي كان متوفر عندنا غير ابيض البيض فممكن اننا نستعمله، وكنرشوها بشويه ديال الكاسونات او السكر الاسمر فقط باش تعطينا يعني داك اللون يجي محمر يعني داك الطفيره تجي محمره، فكنرشوها بشويه ديال الكاسونات وكندخلوها الفرن حتى كطيب وكتحمر. كما كتشوفوا هذا هو الصلصه ديال الفراوله ديالنا اللي حضرنا، كتجي على هذا الشكل. بغيتوها تجي ليز اكثر ففقط انكم كطحنوها. هذه الكريم باتيسير، فالطريقه باش تحضروها هي اللي غادي يعني الرابط اللي غيبان لكم دابا الفوق، فضغطوا على الرابط وشوفوا الوصفه. وهنا عندي الفواكه، فكنستعملوا الفواكه اللي متوفره عندنا فقط انها تكون مشكله بالوان باش تعطينا شكل جميل في البيتزا ديالنا. كناخذوا البيتزا ديالنا وكان مباشرة بعد ما كنخرجوها من الفرن كندهنوها بشوية ديال بياض البيض. كما قلت فهي يلا خارجة من الفرن كتكون سخونة كندهنوها ببياض البيض. علاش كنديرو هاد يعني هاد المرحلة؟ فهي يعني يمكنكم ديروها في كاع لي طاغط لي طاغط أولا لي طاغطو ديالكم لي كتحضرو مباشرة من كتخرجوهم من الفرن سخان كدهنوهم ببياض البيض. كي هداك البياض البيض فكي يعني كيطيب أولا كينشف وكيشكل لينا واحد الطبقه اللي كتفرق لينا مثلا ملي كنوضعوا في لي طارتوليت اولا لي طارت ديالنا اون كريم، فما كترطبش لينا العجين، فداك البياض البيض كيشكل لينا واحد لاكوش اللي كتجي يعني كتايزولي الكريم على لاباط وما كتخليهاش انها زعما ترطبها، فكتبقى لاباط ديالنا مقرمشه. فمباشره ملي كنخرجوا العجين ديالنا كندهنوه ببياض البيض. كنكبوا صلصه الفراوله كطبقه اولى، كما قلت فهي اللي كتعطينا داك الغابيل ديال صلصه الطماطم يعني باللون الاحمر ديالها. كنوزعوها فوق العجين ديال البيتزا ديالنا. كناخذوا لا كريم باتيسير ديالنا وكنشكلوها كطبقه ثانيه فوق الكريمه الفراوله. فهنا فقط اننا ما كنوصلوهاش يعني للجوانب، كنخليو شويه باش يبان لينا يعني ديك الصلصه ديال الفراوله تبقى باينه في الجناب يعني ما تغطاش كامله.
ما كنزينو بالفواكه. وفي الاخير كنرشو رقائق ديال الشوكولا الاسود والشوكولا الابيض، فكيبقى اختياري للتزيين. شفت ايضا بعد الشوكولا يعني رقائق الشوكولا الملونه بنكهه ديال الحامض والبرتقال، ونتلاقاو باش نشوفو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال البيتزا ديالنا، كما كتشوفوا فكتجي على هذا الشكل، كتجي رائع جدا ولذيذه، ولاباط كتجي مقرمشه وبنينه يعني بداك السكر فاني اللي كنديرو فيها وداك البودره ديال اللوز والحليب بودره، فكتجي مذاقها رائع. ونتمنى ان هذه الوصفه تعجبكم وتجربوها، ولا عجبكم فيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وما تنساوش تنضموا لصفحتي على الفيسبوك اللي هي شيوات ام نضال، سواء بالعربيه او بالفرنسيه. ومرحبا بكم دائما وبالصحه والراحه.